السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير. معكم أم أحمد من مطبخي، مطبخ البيت المعمور. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض البانيه المشوي، أحلى بانيه بأمر الله. طبعا البانيه المشوي عاملينه مع بعض بطريقة، ودي طريقة تانية خالص، وكل طريقة ولها مذاق خاص وطعم خاص. دوت نص كيلو بانيه. طبعا غسلت البانيه وحطيته في مصفى صفى كل المية اللي فيه، وبعد كده هنعمل التتبيلة الروعة مع بعض، تتبيلة من الآخر فوق الوصف. ودي مكونات التتبيل: بصلاية متوسطة متقطعة أي حاجة، 7 فصوص ثوم، فلفلتين بلدي حار، ليمونة، 4 طماطميات فرمهم في الخلاط ومسبكهم على البوتاجاز. ودي التوابل: معلقة خلطة حواوشي، معلقة فلفل أسمر، معلقة كمون، معلقة كزبرة ناشفة، مكعب ماجي، وحبة زيت، وحبة لبن حليب. لو ما فيش لبن ممكن تحطوا معلقتين زبادي. وبعد كده هفرم كل المكونات دي مع بعضها. هنشيل دي كده. ودوت عود كزبرة خضراء طبعا غسلاه. وهفرم كل المكونات دهيت مع بعضها. وبعد كده هعصر ليمونة. وبعد كده هقلب الليمونة مع التتبيلة. وطبعا بندوق التتبيلة، لو عايزة ملح بنحط لها، عشان خلطة الحواوشي على ملح ومكعب الماجي عليه ملح. انا حطيت ربع معلقة ملح صغيرة على التتبيلة بس. وبعد كده هناخد من التتبيلة دهيت نحطها على البنات. طبعا بنوزع التتبيلة في البانيه كويس جدا. وبعد ما وزعت التتبيلة في البانيه كويس جدا، وبعد كده هسيبه في التتبيلة دهيت لمدة 2 ساعة. وطبعا هنغطي البول. بعد ما سبت البانيه في التتبيلة 2 ساعة، يلا بينا على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. ودي الطاسة اللي هنشوي فيها البانيه. هندهن الطاسة بالزيت كده. وبعد كده هنحط البانيه. طبعا بنسيب البانيه في الطاسه، لما بيتشوي من ناحيه بنقلبه على الناحيه الثانيه. وبعد كده هننضف الصينيه كده اهو. وبعد ما نضفنا الطاسه من الحاجات المحروقه اللي فيها، طبعا برضو بندهنها بالزيت. هخلص كل الكمية بالشكل اللي عملناه مع بعض وارجع له. ودي يا حبايبي البانيه المشوي بعد ما عملناه خطوة بخطوة مع بعض اهو. ريحة وطعم فوق الوصف، روعة، خيال. اعملوا البانيه المشوي بتتبيلة ام احمد وبامر الله فوق الوصف. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك للقناة، وبدعواتكم يا حبايب قلبي. احبكم في الف هنا وشيف، شير في الخير. نلتقي في فيديو جديد.